في 22 من يناير للعام 2019 دشن الممثل الخاص المشترك لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدارفور السيد كينغسلي مامابولو بحضور والي ولاية وسط دارفور محمد أحمد جادسيد دشن رسميا انتقال مقر رئاسة البعثة من الفاشر إلى زالينجي ولاية وسط دارفور. في كلمته شكر رئيس البعثة حكومة السودان على تعاونهم في تسهيل عملية الانتقال، مضيفا بأن هذا التحول يعد معلما بارزا لأهل دارفور عامة ولليونميد على وجه الخصوص، متمنيا أن ينعكس ذلك لأهل دارفور بالأمن والاستقرار. Allow me, distinguished ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations and the African Union family as a whole, and on my own behalf, to express our sincere appreciation to the federal government of Sudan, as well as Central Darfur State, led by the Wali, for facilitating the relocation of UNAMID headquarters to Zalingei. The MHQ's location is critical to the mission's mandate implementation, especially within the mission's peacekeeping prong, as mandated by Resolution 2429. كما أعرب والي وسط دارفور عن سعادته بانتقال رئاسة البعثة لوسط دارفور مجددا دعم حكومته للبعثة. نحن سعيدين جدا هذا اليوم نأتي لانتقال نشهد انتقال البعثة من الفاشر إلى زالينجي في إطار تغليظ عمل البعثة تمهيدا لخروجها في العام 2020 إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونحن نحب أن نؤكد في هذه اللحظة أن ولاية وسط دارفور بل ودارفور كلها آمنة مستقرة، وذلك بسبب جمع السلاح وعدم وجود العربات الدفع الرباعي وما يسير وما يعكر أمن هذه الولاية وأمن ولايات دارفور كلها. وأيضا في إطار زيارته قام الممثل الخاص لليونميد السيد كينغسلي مامابولو بزيارة ميدانية لمنطقة غولو بوسط دارفور، حيث التقى بالسلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني.